مساء الخير والحب والسعادة عليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة من 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. زي كل يوم هنكون مع بعض ولمدة ساعة ونص هنتابع فيها كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرياضية. هنشوف النجوم والأندية والمنتخبات نشروا إيه من بوستات وصور وفيديوز، وطبعا هنتعرف معاكم على أهم الأخبار السريعة والحصرية وهنكشف ليكم خبرنا التوب سيكرت. وكالعادة هنبتدي حلقتنا بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول: ما النادي الذي تتوقع أن يتولى جوزيه مورينيو تدريبه في الفترة المقبلة؟ طبعا سمعنا كلام كتير جدا الفترة اللي فاتت بعد ما مشي مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر 2018، وارتبط بيه نوع من أنواع الإشاعات الكتيرة بكده، يعني من هو ممكن يروح نادي، لا ممكن يروح نادي تاني، وتدريبهم طبعا زي ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، بروسيا دورتموند الألماني أيضا، وروما كمان الإيطالي. يا ترى أنتم بقى تتوقع مورينيو هيرجع للتدريب من بوابة أنهي نادي، ولا هيكتفي بدوره كمحلل في التلفزيون ومش هيدرب نادي تاني؟ شاركونا بإجاباتكم على مدار وقت الحلقة على تويتر هاشتاج البرنامج 7 في 7. ما تنسوش وفي آخر الحلقة هنستعرض مع بعض أهم الإجابات. ودلوقتي هنتابع مع بعض نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات هنشروا إيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، والبداية كالعادة من فيسبوك. هنبدأ من صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم واللي نشرت صورة بتفكرنا فيها بكاس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، واللي هتابعوها معانا هنا على شاشة قناة تايم سبورتس. وكتب صفحة الاتحاد المصري: بنذكركم بمجموعات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. المجموعة الأولى بتضم مصر ومالي والكاميرون وغانا، المجموعة الثانية بتضم نيجيريا كوتيفوار جنوب إفريقيا وزامبيا. ترقبوا افتتاح البطولة في 8 نوفمبر المقبل بإذن الله. ونروح لصفحة بيراميدز اللي نشرت صور من فوز فريقها على يانج أفريكانز في تنزانيا بنتيجة 2-2 في ذهاب دور ملحق الكونفدرالية الإفريقية. كتبت الصفحة: أداء قوي، شخصية الفريق بتظهر في مثل هذه المباريات. طبعا بنبارك لهم، هيشوفنا أداء مشرف جدا بالأمس وطبعا على يعني ملعب الخصم، فده طبعا إنجاز كبير جدا. شفنا قد إيه اللعيبة كمان امبارح فرحانين على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعناهم على السوشيال ميديا كمان كانوا بيصوروا أجواء المدينة نفسها في تنزانيا فرحانين. عايز أقول لكم كمان إن حتى المشجعين في تنزانيا كانوا بيهتفوا باسم بيراميدز، وده طبعا شفناه على السوشيال ميديا من خلال اللعيبة هم بيصوروا من الأوتوبيس، فطبعا كانت لفتة رائعة جدا، وطبعا بنحييهم وبنبارك لهم مرة تانية. لسه في صفحة بيراميدز اللي نشرت الصورة دي ونقلت تصريحات الفرنسي دي سابر المدير الفني للفريق، وكتبت صفحة بيراميدز: دي سابر بعد الفوز على يانج أفريكانز حققنا الفوز رغم أرضية الملعب السيئة، حذرت اللاعبين قبل اللقاء من صعوبة اللعب كرة تقليدية، نجحنا في تحقيق الفوز بخبرات لاعبتنا والخطة المحكمة، سندرس اللقاء بعد العودة للقاهرة قبل مباراة الإياب. الفوز لا يعني تأهلنا لدور المجموعات، وما تزال هناك مواجهة أخرى يوم 3 نوفمبر في القاهرة نسعى للفوز بها. بعد ما تعرفنا معاكم على جولتنا في فيسبوك وكمان تويتر، عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول: ما النادي الذي تتوقع أن يتولى جوزيه مورينيو تدريبه في الفترة المقبلة؟ طبعا مستنين إجاباتكم على مدار وقت الحلقة على تويتر، ما تنسوش هاشتاج البرنامج 7 في 7، وفي آخر الحلقة هنستعرض مع بعض أهم الإجابات. ودلوقتي هنروح لفاصل قصير نرجع لكم نكمل أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في 7 في 7 على تايم سبورتس. انتظرونا. عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في 7 في 7 على تايم سبورتس. بعد ما خلصنا معاكم جولتنا على فيسبوك وكمان على تويتر، يلا بينا نبتدي ونطير على رحلتنا على الإنستغرام. هنبدأ فقرة إنستغرام من حساب نادي الزمالك اللي احتفل بعيد ميلاد لاعب الفريق ومنتخب تونس حمدي النقاز، ونشر الصورة دي وكتب: عيد ميلاد سعيد للاعبنا الدولي التونسي حمدي النقاز، يتم اليوم عامه 27. ونروح لحساب نادي ليفربول الإنجليزي اللي نشر صورة نجمنا الدولي محمد صلاح صاحب هدف فوز الريدز على توتنهام امبارح بنتيجة 2-2، وزميله طبعا جوردن هندرسون صاحب الهدف الأول.
وهيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن وليد صلاح الدين طبعا علشان يعني نتكلم معاه اكتر ونحتفل معاه بعيد ميلاده امير الموهوبين. يا كابتن مساء الفل على حضرتك. مساء الفل عليك يا فرح، ازيك عامله ايه؟ اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب طبعا وبالف خير وصحه وسعاده. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، شكرا. وانت طيبه ويا رب دايما في تألق كده ومتألقه على الشاشه، وربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا جزيلا طبعا يا كابتن. وفي البدايه عايزين نستمتع مع حضرتك كده وتقول لنا رايك اكيد يعني في ابرز اللحظات الكرويه في حياتك وانت بتتم 48 سنه. الحمد لله. والله يعني ما عنديش اي خلاف مع اي حد، يعني متهيألي ان دي نعمه من عند ربنا ان كل جماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد واسوان وطنطا وكل الانديه والمنصوره والمحله، احنا لعبنا طبعا كان عصرت اجيال كتير، فكان المنصوره في الدوري الممتاز والمحله والبلديه يعني مدن جميلة ومحافظات كبيرة وفرق كانت كبيرة جدا. فالحمد لله طلعت من الكرة ان مفيش الحمد لله ولا مرة اي جمهور يعني تطاول او كان في خلاف بيني وبينه، بالعكس انا يعني حاجة تسعدني جدا ان احنا كنا لما نروح نلعب الاسماعيلي في اسماعيلية او المصري في بورسعيد او الاتحاد بينادوا عليا بالاسم، ودي حاجة يعني كانت بتسعدني جدا ان احنا مباراة الاهلي والاسماعيلي في يعني بشكل كويس. فالحمد لله، الحمد لله الاهداف اللي انا جبتها كنت بقدر الامكان بيبقى فيها نوع من المهارة، الحمد لله كانت بتعجب الناس يعني. نعم الحمد لله طبعا. وفي مزيد من التألق في حياتك كلها يعني حتى لو حضرتك ابتعدت اكيد عن الساحة الكروية ولكن هتفضل تمتع الناس ايضا بارائك التحليلية، يعني ليك اراء دايما يا كابتن وليد مختلفة وجديدة والناس دايما كده بتستمتع بيها وفي نفس الوقت بيسلموا بيها وفي الاخر بيكون في كلام منها كتير جدا صحيح. والله الحمد لله. انا يا فرح ابتديت مع الكابتن شوبير سنة 2004 يعني من حوالي 15 سنة. ياه. من رقم كبير شوية ما شاء الله في التحليل. لكن خدت عهد على نفسي من أول ما دخلت أول لحظة في الاستوديو إن أنا بقدر الإمكان أحاول أبقى محايد جدا، بقدر الإمكان إن ما يبقاش ليا مصلحة مع أي حد. نعم. وعلشان كده الناس بتحترم ده جدا. ده حقيقي. الناس بتحترم جدا إن أنت تبقى بتحلل ومفيش عينيك على مكان تمسكه، مفيش مصلحة مع حد، مع رئيس نادي علشان في حاجة، مفيش بيزنس خارجي فتضطر ان انت تتكلم على حد كويس وبعدين تتكلم على حد تاني وحش. الحاجات دي كلها الناس بتفهم، فلما بيحسوا على مدار سنين طويلة. وبعدين في نقطة مهمة جدا برضو، نصيحة لكل الشباب اللي طالعين في موضوع التحليل وكلهم نجوم كبيرة. نعم. اوعى تجرح حد، اوعى تجرح حد، اعرف ان اللي انت بتنقده ده ممكن يكون اب، ممكن يكون اخ لاخوات بنات بتتفرج، ممكن يكون رب اسرة اولاده بيفتخروا بيه. فلما تيجي تنتقد حد انتقد في العمل نفسه في الكورة، انتقد مثلا في التكتيك، انتقد في التغيير، لكن اوعى تجرح حد. الحمد لله خلال 15 سنة متهيألي ان ما عنديش اي خلاف مع اي حد سواء في الوسط الكروي او بره. الحمد لله. الحمد لله يا رب. ودايما يا كابتن كده يعني نستمتع مع حضرتك وفي نفس الوقت نسمع عنك كل خير يا رب في تاريخك الكروي والتحليلي ايضا. عايزين بقى ننتقل معاك وبكل صراحه تعليقا على حضرتك كنت بتقوله، تعليقك ايه ورايك ايه في القائمه اللي اعلنها واختارها الكابتن حسام البدري لمباراتي كينيا وجزر القمر؟ بصي انا قلت اول ما تولى الكابتن حسام، كابتن حسام البدري مدرب شاطر. نعم. شاطر بلغه الكوره، عنده خبرات كبيرة جدا، عنده تجارب مع النادي الأهلي، عنده تجارب في السودان، عنده تجارب في ليبيا، عنده تجارب مع المنتخب الأولمبي. كابتن حسام البدري يعني كارير كبير قوي ومشوار يديله الأحقية ويديله القدرة ان هو يقود منتخب مصر دلوقتي. فأنا شخصيا ما بختلفش كتير مع قراراته، كان عندي خلاف ان مثلا واحد زي محمد هاني يكون موجود، واحد زي تقريبا كان رجب بكار قبل كده وعبد الله جمعه، لكن هو في النسخه الاخيره واخد كل اللعيبه اللي الناس شايفه ان هم متالقين. ما اظنش ان في حد يعني
هيبقى صعب جدا ان ممكن يكون في واحد ولا اتنين مثلا، لكن في الاخر القائمه كبيره جدا. لما هتتقلص ل 23 اسم، ولما هتتقلص بعد كده ل 18 اسم في القائمه لكل مباراه، ولما هتروح لل 11 هيبتدي ممكن يبان اختلاف في وجهات النظر. انت خدت فلان، قعدت فلان، طب كنت دخلت اللعيب الفلاني في القائمه بتاعه المباراه 18 اسم، هنا الخلافات. لكن المعسكر ده هو واخد كل اللعيبه، يعني مفيش حد اظن بره عليه اي خلاف. يعني نقدر نقول كده اللعيبه المتالقه على الساحه، كل اللعيبه اللي عامله اسابيع كويسه في الدوري هو واخدها. يعني انا اتبسطت جدا انه خد مثلا مروان حمدي. نعم. مروان حمدي لاعب دجله، واحد يعني من النجوم اللي انا كنت متابعها في الممتاز به، ولما كان مع النصر فرود اول حاجه ان هو صغير في السن، فدي نقطه مهمه جدا انه لما يشتغل مع منتخب مصر هيتعلم حاجات كتير، وكابتن نعم. حسام هيعلمه حاجات كتير، فدي نقطه مهمه جدا. عنده 22 سنه، يعني ممكن يستقبل النصائح، وممكن بعد سنتين ثلاثه يبقى هو مهاجم مصر الاول. فدي حاجه كويسه. مبسوط جدا ان هو بياخد عدد كبير من اللعيبه الصغيره في السن. نعم نعم. يعني عايزين نتوقف ايضا مع حضرتك عند اسمين تانيين كانوا مفاجاه ان كابتن طبعا حسام البدري يضمهم، ايضا احمد جمعه واحمد السيد زيزو واسلام عيسى. ايضا بصي، احمد جمعه خد فرصه مع مستر تقريبا كوبر قبل كاس العالم. احمد جمعه كان متالق مع الكابتن حسام حسن في المصري واحترف، بس جات له اصابه هي اللي بعدته. دلوقتي رجع للتهديف تاني، فهو خامه كويسه قوي. اسلام عيسى ده واحد من امهر اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، فانا اتمنى له كمان. اسلام بيبقى عنده شويه مشاكل مع بيراميدز انه ما بيبتديش ماتشات كتير، فكويس ان الكابتن حسام ياخده المنتخب ويفوقه، يعني دي حاجه هتدي له ثقه كبيره. مين تاني؟ ايضا احمد السيد زيزو. احمد متالق، احمد سيد زيزو متالق مع نادي الزمالك. وبعدين انا سمعت له حوار بعد المباراه اللي فاتت. نعم. قال نقطه مهمه جدا، ان هو السنه اللي فاتت لما جه الزمالك كان ناقصه شويه تطوير. كان بيعمل الجزء الدفاعي كويس قوي، لكن لما بيجي عند المرمى ما بيهدفش، فهو اشتغل على نفسه كويس. كل مباراه بيجيب جون، لياقته البدنيه عاليه جدا، سنه صغير، بيلعب كذا مركز جوكر. نعم. دي حاجه كويسه. كل دي اختيارات انا يعني مقتنع بها جدا من الكابتن حسام. ايضا برضو نتكلم معاك عن محمود وحيد، رايك ايه؟ محمود وحيد يعني انا رشحته للنادي الاهلي وهو سنه 16 سنه. محمود وحيد كان معايا في منتخب مصر مع الكابتن محمد عمر، ووصلنا كاس امم افريقيا، وهو واحد كان من اللعيبه اللي واضح ان هم هيبقوا كويسين جدا. محمود وحيد كان بيلعب في الجزء الامامي، كان بيلعب معانا جناح يمين وجناح شمال، وهو دلوقتي باك ليفت النادي الاهلي، ما بيلعبش لانه رغم انه ما بيلعبش ولكن انضم للمنتخب. دي ما فيهاش اي حاجه خالص. كل المدربين عبر التاريخ بيعملوا كده. انا الكابتن جوهري عمل معايا كده. انا ما كنتش بلعب بصفه مستمره في النادي الاهلي، ومع ذلك خدني معاه كاس العالم للقارات، والحمد لله كنت يعني في التمرينات وفي الاستعداد وفي التحضير كنت ماشي بشكل كويس جدا. حتى الهدف الوحيد اللي احنا جبناه في السعوديه في المباراه اللي هي كانت طرد فيها ثلاثه وكانت كارثيه، كان ضربه جزاء كنت انا اللي جايبها. فمش شرط، انت ممكن مدرب يبقى عارف انه واخد لعيب هو هيعمل بيه ايه. نعم. زي اسلام عيسى. اسلام عيسى ما بيشاركش بصفه اساسيه مع بيراميدز. نعم. لكن ممكن يبقى كابتن حسام يوظفه بشكل يفيد منتخب مصر. اللي كان مفاجاه كمان محمد فاروق يا كابتن. والله فاروق لعيب من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري. ده حقيقي. يعني هو خدي بالك كمان مستر دي صبري بيلعبه دايما شمال. هو لو محمد فاروق رجع مكانه جناح يمين قدام رجب بكار، انا اظن انه هيدي مردود اعلى من كده. نعم. لان محمد فاروق لما كان في المقاولين ولما راح النادي الاهلي وحتى وهو في بيراميدز السنه اللي فاتت تالق غير عادي، فبرضه محمد فاروق ينطبق عليه اللي احنا بنقوله، سنه صغير، لياقه بدنيه عاليه جدا، قوي جدا في الملعب، عنده مهارات، فيقدر المدرب يوظفه ويفيد المنتخب ان شاء الله. نعم. طب هل من وجهه نظر حضرتك شايف ان في لعيبه نقدر نقول كده ان هم لسه بدري عليها قوي ان هي تنضم في الوقت الحالي للمنتخب؟
من بره المجموعه دي. يعني في لعيبه لسه بدري، او انا شايف ان لسه شويه عليها، لكن خامات كويسه جدا. يعني مش عايز اقول لك انا عاجبني جدا مثلا محمد هلال ومحمد عبد العاطي لعيبه وادي دجله، لكن بشوف ان التكتيك بتاع وادي دجله شويه بيريحهم في الملعب وبيخدمهم وهم لسه سنهم صغير، لكن اظن ان بعد كده الفتره القادمه ممكن كمان سنتين، ممكن يعني بعد لما نخلص كاس العالم اللي جاي يبقى ليهم دور، ودور كبير، لان لعيبه موهوبه. محمد محمود ربنا يرجعه من الاصابه، يعني حاجه رائعه. انا مش عارف يوسف اوباما موجود ولا لا؟ يوسف اوباما مش موجود. يوسف خساره. يعني يوسف اوباما كان السنه اللي فاتت، يوسف اوباما حتى رغم ان هو في عز تالقه في الموسم اللي فات ما تمش ايضا الاستعانه بيه في خدمات المنتخب المصري. ما اعرفش، انا اشتغلت مع يوسف اوباما في الاتحاد السكندري. نعم. ويعني كان مكسر الدنيا، كان حاجة، وهو عنده مهارات وبرضه سنه صغير وعنده لياقة بدنية عالية. معرفش، ممكن برضه من خلال تليفون كده كابتن حسام البدري برضه يعني يطمن عليه، يقول له شد حيلك. نعم. يقول له انت مش بعيد برضه. معرفش، انا حاسس ان هو بيمتلك كل القدرات. ممكن يكون هو مقصر شوية في حق نفسه، المفروض يرجع فورمته تاني، لكن برضه واحد من العناصر المهمة في الكرة المصرية. رغم ان من ثلاث مباريات بس، يعني زي ما حضرتك كنت بتقول ثلاث مباريات بس تألق فيهم احمد السيد زيزو، يعني مباراة مصر للمقاصة وايضا بعدها مباراة اخرى وبعد كده حتى المباراة الاخيرة ما توفقش ان هو يحرز هدف في مباراة جنراسيون فوت، ولكن كابتن حسام البدري كان متواجد بعدها مباشرة، انضم للمنتخب. لا، زيزو ماشي بشكل كويس جدا. نعم. وكان دايما الكابتن حازم امام قال عليه لفظ جميل جدا وموفق جدا، قال ده لعيب منظم. فكلمة منظم دي فعلا تحس ان زيزو لما بيلعب ديفندر بيشتغل بمهام الديفندر، لما يلعب جناح ايمن بيشتغل بنفس المهام، لما يروح ناحية الشمال بيبقى عنده تكنيك كده في الحركة. يعني الهدف اللي جابه في المقاولين، المقاولين بصي، هو بيلعب جناح شمال لكن استلم الكرة وطلع عبد الشافي من وراه، راح داخل لجوه وراح شايط، يعني اكنه نموذج للجناح الشمال. نعم. جناح اللي هو ناحيه الشمال، فهو بيشتغل كل مركز بالمهام بتاعه المركز بشكل كويس قوي. ف يعني بحييه، وطبعا دفعه كبيره جدا ليه انه يروح منتخب مصر، اظن ان هو ممكن يمسك فيها ما يسيبهاش. نعم. طيب نقدر نقول كده كيف ينجح كابتن حسام البدري مع الفراعنه من وجهه نظرك؟ بصي، حاجات كتير قوي للاسف، يعني للاسف اولها بره الكوره. انا اتمنى ان الكابتن حسام لا يرضخ لاي ضغوط، لاي ضغوط من اي شكل. يعني انا شخصيا مش عاجبني قصه شرط القياده وعملنا ازمه بدون لازمه وعملنا فيلم. احنا انا اتمنى ان احنا نشتغل على التفاصيل، لان العالم كله شغال على التفاصيل. بس يعني في النهايه الحمد لله يا كابتن، بعد طول انتظار في الاخر كابتن حسام البدري طلع تصريح مباشره وقال ان شاره القياده للاقدميه، بس بعد ما حصل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا. بالظبط زي ما انت بتقولي، انا اتمنى ان كان من الاول اصلا الموضوع لا يطرح. يعني فكره، هي دي بقى مشكله، ان يعني احنا عندنا لجنه خماسيه لاول مره بتدير الكوره في مصر. نعم. ممكن يكون يعني رئيس الاتحاد طلع كلمه كده، طب ما نراضي محمد صلاح بالشاره. ممكن يكون عندنا يعني عندنا في مهام اول مره في الكوره المصريه. فاتمنى ان احنا نروح للتفاصيل المهمة، لأن العالم كله بيشتغل على التفاصيل. لكن كابتن حسام لو قفل الحاجات اللي بره الملعب بشكل كويس، لو المعسكرات بقت منضبطة جدا، لو اللعيبة حاسة بالعدالة الكبيرة من المدير الفني لمنتخب مصر، لو كابتن حسام ما رضخش لأي ضغوط من بره، من رؤساء الأندية، من ضغوط الإعلام، من ضغوط يعني أنا برضو ما أعرفش، في توقيت معين كان في اجتماع والصحافه كلها او السوشيال ميديا كله واخد الاجتماع
والكلام اللي بيدور من جوه برضو دي حاجه انا برضو يعني انا فتحت كده كذا موقع فتحت كذا موقع يقولوا ودلوقتي بيدور في الاجتماع كذا 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 وبيتقال كذا مش عارف يعني انا حاسس الغرف المغلقه في مثل هذه يعني الامور من الافضل ان اللي بيحصل فيها ما يتقالش ابدا. انا حاسس ان مشكله كابتن حسام يا فرح مش هتبقى في الملعب هتبقى بره الملعب. نعم. لكن انا في الملعب انا مطمن لخبرات الكابتن حسام عندنا لعيبه كويسه جدا على فكره. خدي بالك الدوري ده قوي وصعب ومطلع لعيبه مستواها عالي يعني انا عاجبني جدا حمدي فتحي في النادي الاهلي عاجبني السوليه عاجبني طبعا طارق حامد عاجبني زيزو هتلاقي الدوري فيه لعيبه كتير متالقه زائد طبعا التالق ما شاء الله الله اكبر اللافت للنظر لمحمد صلاح مكسر الدنيا تريزيجيه ماشي كويس عبد الله السعيد عبد الله كمان طبعا واحد من اهم لعيبه الكره المصريه اللعيبه كلها تحس ان احنا داخلين على تصفيات امم افريقيا وان شاء الله باذن الله هنروح لتصفيات كاس العالم وان شاء الله واحنا الاقوى باذن الله بس اتمنى انه ياخد باله بره الملعب بإذن الله. طيب هنتقل مع حضرتك بقى من ملف المنتخب الوطني لملف مهم جدا وهو الملف المقبل أو اللي احنا داخلين عليه الفترة اللي جاية هو المنتخب الأولمبي خلال بطولة الأمم الإفريقية للشباب. شفنا طبعا آخر ودية مع منتخب جنوب إفريقيا نقدر نقول إنه الناس ما كانتش راضية قوي عن الأداء. تعليق حضرتك إيه وشايف الفرص اللي جاية للمنتخب الأولمبي خصوصا بعد ما هم أكيد مقبلين على بطولة هامة جدا زي بطولة كأس الأمم الإفريقية هتكون عاملة إزاي؟ بصي عندنا لعيبه كويسه عندنا لعيبه كويسه عندنا منتخب قوي المنتخب الاولمبي منتخب قوي عندنا جهاز فني قوي وكلهم نجوم وكلهم اساطير في الكوره والكابتن شوقي غريب مدرب كبير اوكي كل ده متفقين عليه عندنا انا عندي تحفظ او خايف من حاجه معينه فكره طريقه اللعب اللي احنا بنلعب بيها الكابتن شوقي عايز يعمل حاجه معينه طريقة اللعب دي اللي هي 3-3-3-1 دي الطريقة اللي بيستخدمها الكابتن شوقي غريب محتاجة من اللعيب المصري انه يعمل كذا مهمة في الملعب تمام واللعيب المصري لما تديله كذا اوردر في الملعب ممكن يعني ما يبقاش موفق او ممكن تخافي عليه بمعنى ايه ان مثلا انا بلعب في السردباكات بيلعب بمحمد عبد السلام وبيلعب بالجزار وبيلعب بمرعي مثلا التلاتة دول في الحالة العادية ده سيرد باك بقول له امسك الراس حربة او غطي بتبقى مهمة واحدة. نعم. لكن في حالة الكابتن شوقي غريب او في الطريقة الجديدة بقول له رقم واحد تمسك السيرد باك، رقم اثنين تغطي ورا عمار حمدي او ورا احمد ابو الفتوح اللي بيطيروا، رقم ثلاثة تدخل جنب اكرم توفيق في نص الملعب لما الكرة تكون معانا. فدي ثلاث اوردرات. ثلاث اوردرات في الملعب مع مستوى عالي انا قلقان. قلقان من الطريقة. الله أعلم ممكن ينفذوها بشكل قوي في البطولة وممكن تنجح وتحسب للكابتن شوقي وممكن يحصل زي مباراة جنوب أفريقيا كده أنا شفتها أنها كانت يعني جنوب أفريقيا كان أحسن بكتير وامتلكوا نص الملعب وهددوا مرمى منتخب مصر كتير جدا وراحوا للجون وضيعوا ضربة جزاء وأنا شايف أن ضربة الجزاء بتاعتنا مش ضربة جزاء لأن قلت برضو أن الحكام أتمنى أن ما يكونوش مصريين أنا بلعب مباراة دولية أتمنى أن يكون فيها التحكيم كمان ممكن يبقى إن شاء الله لو ظالم لينا زيادة يبقى أحسن لأن أنا في تجربة ودية ففي المباريات الكبيرة أتمنى أن احنا نكون موفقين ويكونوا اللعيبة يعني على قد المسؤولية على قدر المسؤولية نعم إن شاء الله موقف صعب طبعا لأن طلعنا من كأس أمم أفريقيا للمنتخب الأول فبالتالي هنلعب البطولة على ملاعبنا ووسط جماهيرنا مسؤولية كبيرة إن شاء الله ربنا بإذن الله. طيب هل المنتخب الأولمبي قادر إن هو يتأهل بإذن الله الأولمبياد طوكيو؟ قادر مليون في المية عندنا لعيبة كويسة وعندنا جهاز فني قوي والبطولة على ملعبنا وعندنا جماهيرنا في كل العوامل اللي تقول إن المنتخب الطبيعي إنه يبقى يطلع ان شاء الله ياخد البطوله ما قدرناش نطلع الثاني او الثالث ونوصل اولمبياد دي حاجه الله. تحسب للجيل ده ان شاء الله باذن الله. هنتقل مع حضرتك يا كابتن وليد الحقيقه في ملفات كتيره جدا عايزين نلحق يعني نتناولها مع حضرتك هنتقل معاك للزمالك كيف ترى تاهل الزمالك لدور المجموعات الافريقي بصي تاهل مستحق يعني نادي الزمالك
هو حصل زوبعة كده ما كانش ليها لازمة بتاعت مباراة جنراسيون فوت، وأظن إن ده أثر جدا على اللعيبة وخليهم يقدموا واحدة من أسوأ مباريات الزمالك. على مستر ميتشو إنه يحط جمل ثابتة أيا كان مين اللي بيلعب. بتلعب بقى برقم 10 يطلع اشرف بن شرقي يطلع اوباما، غير لما شفنا ايضا عنتر يعني مباراه جنراسيون فوت مباراه الذهاب يعني في نفس المركز اللي حضرتك تتحدث عنه نفس الكلام برضو كان عنتر نفس الموضوع يعني واتغلبوا. هو المفروض انما لما بغير الافراد الشكل نفسه بيبقى ثابت والجمل بتبقى ثابته وكل، لكن انا في نادي الزمالك حتى هذه اللحظه اللعيب بيلعب بامكانياته هو. يعني ما بيبقاش فيه جمل واضحة زي السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت واضحة قوي ان طارق حامد لما بينزل بيستلم منه فرجاني ساسي، فبيجي من ناحية اليمين ابراهيم حسن وبيجي من ناحية الشمال كهربا، واوباما بيتحرك جنب الراس حربة، ففي جمل وكاسونجو بيقطع لبرة علشان يفضل المساحة اللي ورا السردباكين، في جمل واضحة مع مستر جروس ممكن. فهي فكرة التغيير كتير في المراكز هي عامله لخبطه شويه طبعًا لنادي الزمالك وعامله عدم انسجام. ان شفنا اول ماتشين ثلاثه كان شيكابالا وحمدي النقاز والاثنين خلاص بداوا يعملوا دويتو، بعد كده الموضوع شيكابالا اتصاب فالموضوع اتغير. فالتغيير الكتير بيبقى مضر بالانسجام يعني. طبعا تحياتنا ليك كابتن وليد، يعني اتعرفنا مع حضرتك على قد ما لحقنا على ملفات عديده من المنتخب الوطني وايضا المنتخب الاولمبي وفي النهايه نادي الزمالك. تحياتنا ليك وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير وصحه وسعاده دائما. مشاهدينا عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهارده اللي بيقول: ما النادي الذي تتوقع ان يتولى جوزيه مورينيو تدريبه في الفتره المقبله؟ طبعا مستنيين اجاباتكم على مدار وقت الحلقه على تويتر هاشتاج البرنامج 7 في 7، وفي اخر الحلقه هنستعرض مع بعض اهم الاجابات. دلوقتي هنروح لفاصل قصير نرجع لكم نكمل اخبارنا، اخبار السوشيال ميديا الرياضيه في 7 في 7 على تايم سبورتس، انتظرونا. عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا، أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. هيكون معانا دلوقتي مباشرة الزميل محمد طه والمتواجد حاليا علشان ينقل لينا حدث مهم جدا من منطقة سفح الأهرامات بالجيزة، وهي طبعا بطولة العالم للسكواش للسيدات وكمان البطولة الدولية للسكواش للرجال. الزميل محمد طه إليك الكلمة. شكرا ليك يا فرح، واكيد كل الشكر لمشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. ما زالت اصداء هذه البطوله مستمره في كل انحاء العالم، وما زال كل وكالات العالم تتحدث عن ما يحدث هنا في تحت سفح الاهرامات في هذا الملعب الزجاجي وهذه المباريات المهمه وكل اللاعبين المشاركين. اكيد لاعبينا يعني بيقدموا مباريات رائعه جدا وبيقدموا نتائج هائله جدا. واحد من اهم اللاعبين والمصنفين لاعبنا كريم عبد الجواد اللي شرفنا انه يكون موجود معنا الان على الهواء، اكيد طبعا بنبارك له على الفوز، واكيد هنعرف منه ازاي شايف هذه البطوله وشايف اصداها كمان اللي بتتكلم عنها كل وكالات العالم. كريم، بدايه ارحب بيك على تايم سبورتس، مبروك طبعا ليك الاول، اداء رائع واداء جيد جدا، بطوله رائعه وبطوله مهمه، لكن كلمني الاول عن مبارياتك وعن فوزك النهارده. الله يبارك فيك. طبعا ماتش النهارده كان صعب، طبعا بلعب مع يعني اني او ليو او سوري من هونج كونج، ماتش طبعا تقيل بالنسبه لي لان ليو او من اكتر اللعيبه اللي بتعرف تلعب في الظروف لما يبقى فيه هوا وملعب ساقع وكره ساقعه، هو من احسن اللعيبه اللي ممكن تلعب على الكونديشنز دي يعني. مبسوط طبعا ان انا اوصل دور الثمانيه هنا وان انا ادي نفسي فرصه ثانيه ان انا العب في الملعب ده قدام لوكيشن زي ده قدام الاهرامات، فمبسوط طبعا. وان شاء الله اتمنى ان انا دور الثمانيه ان شاء الله اقدر ان انا العب بطريقه احسن النهارده ان شاء الله. كلمني عن ادائك انت الاول، شفت ازاي يعني ادائك وقيمته ازاي بشكل شخصي من البدايه حتى النهارده، شايف ايه الاخطاء اللي انت عايز تصلحها في المباريات القادمه خاصه ان احنا خلاص يعني في مباريات الختام. يعني انا النهارده هو الصراحه لعب احسن مني بكتير النهارده كسكواش، يعني هو
لقى جيم بلان في ظروف الهوا دي ان هو يلعب احسن مني. بس النهارده انا حاولت على قد ما اقدر ان ماشي هو بيلعب سكوش احسن، بس انا هحاول ان انا الاقي طريقه تانية ان انا اكسب. حاولت اقرص على نفسي منتلي اكتر، فيزيكلي دوست على نفسي جريت اكتر منه. حاولت ان انا ما ادلوش فرصه ان هو يفضل ماشي في الجيم بلان بتاعته دي لفتره طويله يعني. هو يعني الحمد لله النهارده طبعا في الاول في اخر المكسب. اتمنى ان شاء الله دور الثمانيه مع مروان الشرباجي اقدر ان انا العب بطريقه احسن من النهارده، وان شاء الله اكيد يعني دور الثمانيه اكيد يعني النهارده اول ماتش ليا برده على الملعب، فدور دور الثمانيه اقدر ان انا اكون اتعودت شويه على الظروف الجو دي واقدر ان انا العب عليها احسن من النهارده. لكن بشكل عام هي بطوله رائعه وبطوله ناجحه بكل المقاييس. اكيد انت كمصري كمان سعيد ان النهارده بيروج سياحيا لهذا المكان الرائع وكل وكالات الانباء بتتكلم عنه واسمك بيتكتب مع كل هؤلاء النجوم في هذا المكان تحديدا. تاريخ هيتكتب لكريم ولهذا المكان ولهذه البطوله تحديدا يعني. طبعا يعني مش هقول لك اي مصري بس، لكن اي حد يبقى في الملعب ده بيلعب في نص النهائي ولا اي حاجه، هو بس كفايه ان هو في الملعب ده يعني. انا واحد من الناس ان فاكر وانا عندي 8 سنين كنت باجي اتفرج على احمد براده بيلعب هنا، وكان حلمي كله ان انا اخش بس الملعب اضرب كوره واحده. فان انا 2016 اكسب البطوله دي وبعد كده اجي النهارده تاني العب في الملعب ده برضو، من سبونسرز جيبوا البطوله دي تاني في مصر، وبطوله عالم سيدات وبطوله من اكبر 8 بطولات للرجال بتتلعب هنا. فحلم لينا كلنا، واكيد اي حد نفسه بس ان هو يخش يلعب في الملعب ده يعني. انت شايف ازاي كمان يعني الفيدباك بتاع كل اللي جاي من بره، وكل مش بس لاعبين كمان، شايف في فانس كتير موجودين جايين من بره، شايف اكبر دليل الناس من بره يعني بالنسبه لهم حاجه زي كده ده يعني مهووسين بيها يعني مبسوطين جدا وعايزين يبقوا موجودين وعايزين ان هم يجوا يتفرجوا على الماتشات هنا. عندنا فوق 100 اجنبي هنا بيشاركوا في البطوله، فكل دي يعني حاجه كويسه جدا طبعا الرياضه بتاعتنا للناشئين ان هم يبقوا يشجعوا ان هم يلعبوا سكواش وان هم ياخدوها كبروفيشنال كارير. للسياحه طبعا، فكل دي مميزات البطوله يعني. فخورين طبعا ان احنا مع كريم وان هو معانا على الهواء من خلال تايم سبورتس، واحد من المصنفين الاوائل على العالم، بتشرفوا مصر وبتشرفونا بشكل عام. وبصراحه احنا مبسوطين بيكم، واتمنى ان شاء الله نشوفك في نهائي زي 2016 ان شاء الله. ميرسي جدا ليك. شكرا. يعني اكيد فرح نفخر بهؤلاء اللاعبين اللي طبعا بيرفعوا اسم مصر وعلم مصر في كل مكان، واكيد بنتمنى لهم التوفيق هنا كمان، خاصه وان البطوله على ارضنا ارض مصر. في ايضا بطله من بطلاتنا اللي فازت النهارده هانيا، لكن هي يعني الان ملتزمه بجلسه مساج، اعتقد ان شاء الله في خلال دقائق هتكون موجود معنا ايضا، ونبارك لها ونعرف رايها على الهواء من خلالك فرح. لكن الان تعود الكلمه اليكي، تفضلي. شكرا جزيلا الزميل محمد طه. يعني ما فيش اجمل ولا احلى من منطقه وهي منطقه سفح الاهرامات اللي نحن ناخد معاك الكلمه دي منها مباشره، وبعد عوده طويله جدا لبطوله السكواش، بطوله العالم للسكواش السيدات، وايضا بطوله مصر الدوليه للسكواش على مستوى الرجال. تحياتنا ليك طبعا، وهنروح دلوقتي لفاصل قصير مع حضراتكم ونرجع لكم نكمل اخبارنا، اخبار السوشيال ميديا الرياضيه على شاشه قناه تايم سبورتس وبرنامج 7 في 7. انتظرونا. عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا، أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرة معانا، وهي فقرة توب سيكريت اللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه ولا تعرفوه في أي مكان تاني غير عندنا. خبرنا النهاردة عن صفقات الأهلي الجديدة حسب طبعا رغبات فايلر ومراقبة لجنة التخطيط. عرفنا ان لجنه التخطيط برئاسه محمود الخطيب عقدت اجتماعا مع سويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي قبل السفر الى الامارات لخوض معسكر مغلق خلال فتره توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الاول والاولمبي ببطوله افريقيا. وهتناقش اللجنه مع الجهاز الفني اخر الاستعدادات والترتيبات للمعسكر الخارجي واحتياجاته من اجل تجهيز الفريق قبل مواجهه النجم الساحلي في افتتاح مبارياته بدور المجموعات يوم 29 نوفمبر القادم بإذن الله. كما تناقش لجنة التخطيط مع فايلر التدعيمات الشتوية
وحسم ملف الراحلين من اللاعبين المرشحين بالخروج للإعارة في يناير مثل حسين السيد الظهير الأيسر والأنجولي جيرالدو، وكذلك مناقشة العروض التي ستصل للنادي لبيع الثنائي النيجيري جونيور أجوي والمغربي وليد أزارو. 7-7 بقى عارف ان فايلر رفض رحيل اللاعب أجايي في يناير واشترط ضم مهاجم سوبر من اجل الموافقه على بيع وليد ازارو، خاصه ان اللاعب لديه رغبه في خوض تجربه الاحتراف الاوروبي في الفتره المقبله. وافق المدير الفني على اعاره حسين السيد والتمسك ببقاء على علي لطفي حارس المرمى، واشترط رحيله نهايه الموسم الجاري، خاصه ان الفريق مقبل على ضغط مباريات سواء محليه او افريقيه خلال المرحله المقبلة. لسه مكملين مع حضراتكم مع الأهلي، وعرفنا أن فايلر رشح النيجيري بليسنج إلقي مهاجم لوزن السويسري للانتقال إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة. السويسري أكد في تقريره أن اللاعب النيجيري بيمتلك المواصفات الهجومية اللي بيحتاج إليها الفريق لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة، وهو بيعلم قدراته الفنية والبدنية جيدا جدا، خاصة أنه قام بتدريبه قبل كده يعني، وهيكون إضافة قوية جدا للأهلي. لجنة التخطيط طلبت من المدير الفني تكليف محلل أداء الفيديو بتجهيز جميع اللقطات المتعلقة باللعب من أجل رؤيتها والحكم عليه ومعرفة طبعا مدى حاجة الفريق إلى ضمه من عدمه. بعد ما تعرفنا معاكم على فقرتنا فقرة إتساب سيكريت، عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول: ما النادي الذي تتوقع أن يتولى جوزيه مورينيو تدريبه في الفترة المقبلة؟ طبعا جالنا اجابات كتير على تويتر هاشتاج البرنامج 7 في 7، ابرز الاجابات اللي جاتنا طبعا من حضراتكم. بنشكر كل الجماهير اللي هنلحق نقرا الاجابات بتاعتهم او حتى ما لحقناش. احمد زيدان قال: اتوقع تدريب نادي الزمالك. محمد الطيب قال: مساء الورد والفل والياسمين عليكي انت فرح، شكرا جزيلا يا محمد، اتوقع انه هيتولى تدريب البايرن او بروسيا. محمد أشرف قال: مساء النور يا فرح، مساء الفل عليك، أتوقع ريال مدريد لأن ريال مدريد مستواها مش كويس الفترة دي مع زيدان. أما هاني أبو زياد فقال: أعتقد نادي خارج توقعات الجميع ولن يعود مورينيو كما كان في السابق. رؤوف قال: مساء زملكاوي جميل، مساء الفل عليك، جوزيه مورينيو ممكن يدرب ميلان لأنه فكره دفاعي وميلان يحتاج الفكر ده حاليا. عمر أحمد قال: مساء الخير يا فرح، مساء الفل، أتوقع أنه قريب جدا من دورتموند أو ريال مدريد، رأي آخر بسبب النتائج زيدان الفترة اللي فاتت. أما فارس فقال: مساء الخير يا فرح، مساء الخير عليك، أتوقع أنه هيكون نادي في الدوري الإيطالي والأقرب فيورنتينا أو روما. أما رباح فقال: بروسيا دورتموند. عامر بدوي قال: أعتقد يا فرح أي سقطة أخرى لزيدان مع الريال بنسبة كبيرة يكون مورينيو البديل، خصوصا أن جمهور الريال هتف باسمه والمطالبة برجوعه مرة تانية. عم جويزمن قال: ممكن يكون تشيلسي. أما خالد محمد فقال: مساء الفل عليك، مساء الفل عليك، أتوقع مورينيو يستمر كمحلل رياضي. أما إسلام عادل فقال: مش فارق كتير إن رجع مورينيو للتدريب أو لا، مش هيضيف حاجة. سامح عبد المعطي قال: مساء الخير يا فرح، مساء الفل عليك، أعتقد إن مورينيو أقرب لتدريب ريال مدريد أو أرسنال أو توتنهام. أحمد حمدي قال: مساء الخير عليك يا فرح، مساء الفل عليك، أتوقع إن نادي إيطالي أو ريال مدريد لأن ريال مش في مستواها. ونروح لبيبو اللي قال: أتوقع ريال مدريد. أما كريم أنور فقال: مساء الخير عليك يا فرح، أحسن إعلامية في مصر، شكرا جزيلا يا كريم، أتوقع أنه أقرب لروما. زيدان جمال قال: مساء الخير عليك يا فرح، مساء النور عليك، أتوقع مورينيو يدرب ريال مدريد بدلا من زيدان لسوء النتائج، ودي هتكون نقلة للريال بإذن الله. أما محمد فقال: مساء الفل عليك يا فرح، وعلى الإعداد مساء الفل عليك يا محمد، أتوقع مورينيو هيرجع يدرب في الدوري الإنجليزي وهتكون مفاجأة، لكن أتمنى أنه يدرب دورتموند ويحقق معها دوري الأبطال. أما سامح سامي فقال: الأهلي. بيبو الزملكاوي قال: أتوقع توتنهام أو فريق في الدوري الإيطالي.
عبدو قال أتوقع أن جوزيه مورينيو يمسك توتنهام. ونروح لمحمد هلال اللي قال يا ريت ريال مدريد. وبعد ما تعرفنا معاكم على أبرز إجاباتكم طبعاً على سؤال حلقتنا النهاردة برنامج 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس، بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة، ومساء الفل على حضراتكم جميعاً.